فيما يشبه لهات الفرصة الأخيرة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن استئناف المفاوضات بين الأطراف في 18 من الشهر المقبل. إعلان توج مسيرة من العناء والبحث عن أفق للحل، لكنه أشبه بمتاهة جديدة أو حفلة دبلوماسية ستخوضها الأطراف وفي الكويت هذه المرة بحسب المبعوث الأممي. من النقاط الخمسة التي ستكون محور الحديث في الكويت ما بين الأطراف هي تتعلق أولا بالانسحاب، ثانيا تسليم السلاح، ثالثا الترتيبات الأمنية، رابعا ما سميناه نحن الحل السياسي. ولكن هذا تبدو الدبلوماسية الدولية في سباق محموم نحو غاية يبدو أنها تراجعت كثيرا حتى أصبحت مجرد عقد مباحثات بأي ثمن دون توفير أي حدود دنيا لإنجاحها. يقول المبعوث الأممي إن ميليشيا الحوثي والمخلوع وافقت على تنفيذ القرار 2216 وتسليم السلاح والانسحاب من المدن. الاجتماعات التي قمنا بها مطولة في أساس مسقط، ولكن بعض من هذه الاجتماعات كانت في صنعاء، ومرينا على مراحل مختلفة من 20 نقطة إلى 10، وبعدين في النهاية اتفقنا على 7 نقاط واضحة وكانت توضح للالتزام الكامل بدون أي لغة مطاطة ولا غيرها، كانت توضح الالتزام الواضح لتنفيذ القرار 2216. لكن العالم لم ولن يسمع غير تصريح ولد الشيخ أحمد، وليس من ناطق الميليشيا أو حتى أحد من قيادتها، بل إن تصريحاتهم تؤكد أن تنفيذ القرار آخر ما يمكن التفكير فيه. المؤتمر الصحفي لولد الشيخ أحمد تزامن مع خطاب للرئيس المخلوع أعلن فيه مواصلة القتال وعدم القبول بعودة هادي ونائبه إلى صنعاء. لن نخضع ولن ننزع، سنواجه العدوان بكل قوة. كذلك قال المبعوث الأممي أن الأعمال القتالية ستتوقف ليلة العاشر من إبريل، ورحب مجلس الأمن بهذا الإعلان داعيا أطراف الصراع لوقف أعمال العنف تمهيدا لاستئناف المحادثات، وهو ما لم تبدي الميليشيا أي نوايا للالتزام به حتى الآن على عكس الحكومة. وبوسع التجارب السابقة أن تتكرر مع كل إعلان للهدن من قبل الأمم المتحدة. بماذا سيتحدث المتحدثون يا ترى؟ جدول الأعمال واضح وسبق أن طرح في جولات التفاوض السابقة، لكن الميليشيا لم تلتزم به. الملفت وسط كل هذا أن مطالب الحكومة بتنفيذ بناء الثقة بينها إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرا وفك الحصار عن تعز قبل الشروع في المحادثات قوبلت بالخذلان من قبل المبعوث الأممي الذي اعتبرها قضايا إنسانية غير قابلة للتفاوض أصلا. وفق المؤشرات على الأرض تبدو فرص الحل السياسي بعيدة ومستحيلة في ظل المواقف المتصلبة للميليشيا والأداء الدبلوماسي للأمم المتحدة، فالحوثيون وحليفهم المخلوع لا يريدون أكثر من مسلك للتحايل على القرارات الأممية والخروج بمكاسب تتيح لهم إمكانية قطع الطريق أمام اليمنيين إلى المستقبل.